كابتن بيسقطوني على الطلاق، لو سقطتوني تاني لشوهكم كلكم. انا بصراحه قدمت في المعهد هنا لان سمعت انهم بيوفروا فرص عمل بعد التخرج. بلا فرص بلا زفت، احنا عايزين بس ربنا يكرمنا وناخد الشهاده. على الطلاق لو ما اديتونا الشهاده لافكر نفسي. عندك حق، انا كمان بشتغل بلطجي بس عايز اتعلم اصول البلطجه. ليه؟ عشان العلم نور برضك ولا ايه؟ لكن يا بابا انا عايز اطلع دكتور جراح، جراح مش بلطجي. يا ابني يا ابني، ما هي كلها جراح، وبدل ما هتمسك مشرق تمسك لقطه. صدق عندك حق يا بابا، وكمان يا ابني المستقبل دلوقتي للبلطجيه. يا ابني انا ابوك وعارف مصلحتك. يا شوفي طهجعت الدنيا قبل ما اموت. يعني الشر عليك يا بابا، ما تقولش كده. كمان يا ابني ايه اللي نفسي اشوف الدنيا في محمد محمود ولا مجلس الوزراء ولا الاتحاديه بتهدف كل دفعه المتظاهرين والشرطه؟ طرف ثالث بجد. انت اربع سنين مضروبين. او 200 جنيه سودان. ايه ده؟ او
شباب مضروبين. اه. او شوية بص ما تجيبش انت، احنا هنعرف نقلبك براحتنا. طب اتكلمني بالطريقة دي ليه يا عم؟ في ايه؟ يا نهار اسود، انت مش عاجبك هاد ولا ايه؟ ايه؟ استنى ما نتضرب عليها. يا تمدوني ليه؟ بس سيبوها لي بقى يا عم انت، وهو انا مقطع بطاقتي اصلا. قال لك الدراسه كام سنه يا كابتن اكس؟ كابتن ايه؟ انت شايفني بشورت؟ طب يا اسطى قصه ايه؟ انت شايف معاه مفتاح تسعه؟ طب يا ريس يا ريس يا انت شايفني بدق؟ انا مش قلت حاجه سياسي؟ ما بتضحكش ليه؟ ايه ده؟ استدعى من النيابة؟ طب ما هو بدأنا يا عم، غلطت في حاجة يا عم. استدعى من النيابة ايه؟ وال 15,000 جنيه كفالة؟ يا نهار اسود، هجيبهم منين 15,000؟ خد يا اطلع ب 15,000 جنيه. خد يا معلم ب 15,000، خد يا بنت. لم منهم الفلوس يا بنت. وانا بعد كده باخدهم منك واقوم خلصك واقوم اخدهم على طول. ماشي ماشي. يلا اتكلوا على الله. انا اسمي مستر اكس، يعني اخطر واحد في الجمهوريه العربيه المتحده. لا مؤاخذه يا مستر اكس، بس الدراسه بقى كام سنه؟ الدراسه 5 سنين. اه. اول سنه دي شعبه عامه، يعني كله يتنطط فيها وخلاص. بعد كده في تخصص بقى، اللي يخش شعبه تثبيت عدائي، اللي يخش شعبه مثلا حصار مدينه انتاج، اللي يخش شعبه قر وفر. ها؟ بس عندنا القر لوحده والفر لوحده، لو نجح نخش قر وفر مع بعض. طب حلو جدا ده والله يا مستر، بس في قسم شغب ملاعب؟ اه عندنا في بورسعيد. اه هناك ما تلاقي ناس بيضربوا في ناس، مش عارفين مين بيضرب دول مين ودول مين، يعني انتوا هبعت شويه هنا وشويه هنا ويضربوا في مالكش دعوه انت. اه حاضر يا معلم. عندنا قسم جديد المعهد بتاعنا بيستفرد بيه دونا عن بقيه المعاهد اللي ما لهمش انت شغل شقباع. ايوه اسمه ايه بقى القسم ده؟ اسمه قفايا يما. يا أمه. يعني ايه قفايا يا امه؟ قفايا يا امه. هو ده القسم يا الله. ده حلو قوي ده، انا حبيته قوي القسم ده. هو كمان بيحبك. قفايا يا امه، قفايا يا امه. ويعني يا عدم المؤاخذة يعني ممكن تقبلوني انا كده بقى انتساب يعني في المعهد؟ اما انت تبقى بلطجي، اما الضحية يبقى شكله ايه يعني؟ يا عم احنا ما انت خلاص اوفر ايج. ايج انت كبرت في السن يا عم، ده انت الله خلاص حسن مبارك. لا ماشي 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 يا عم، بس اقول لك يا روح هات لي شهاده مختومه من اتنين مسجلين سبعه. حاضر يعني. اه خلاص واحنا هنعمل لك استسقاء. استسقاء ماشي. حاضر. طب والدراسه هتبتدي امتى يا مستر؟ مين سأل السؤال ده؟ أهو وربنا ما فتحت بوق يا ريس. أمال مين اللي فاتح لك بوق ده كده؟ والله العظيم ما فتحش بوقك. هات بص ما تمخمخونيش. ها؟ أنا أقعد هنا كل واحد ينادي على اسمه يجي وعدته هو. تعالى يا مستر إكس. أنا عايز كله بالدور. اتفضل. سمو نشرب بقى شوية كده إيه؟ حاجة تدينا باور. ايه ده؟ ايه؟ مش قلتلك مش عايز برتقال؟ طب اجيب لك ايه؟ عايز اورنج جوس. حاضر حاضر. يلا انا هنادي على كل واحد اللي يسمع اسمه يجي هنا. البلطجي الاول ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض. ايوه انا اهو. ده ابراهيم الابيض. امال حسن الاسمر شكله ايه؟ يا عم حسن الاسمر مين؟ بقول لك انا برضك اسمي ابراهيم الابيض. فك
فكرتني على ابراهيم الله. عارف ابراهيم الابيض ده؟ اه ده هو. عارف ما كانوا بيضربوه بالمطوه يقوم سليم، يضربوه خرطوش يقوم سليم، يضربوه بالمونتوف يقوم سليم. عشان كان عشان كنت راضي عنه. كان متخرج من عندنا من معهد هنا. يا حبيبي بمسيك بخير يا سقا. ربنا كان عليه قسط انا ما دفعوش. هات القسط. مالك انا يا عم؟ وانت مالك ايه؟ مش انت فكرتني بيه؟ كان عليه قسط بتاع شورت وفانيلا وبتاع. ايه؟ ايوه كده. وانا بقى غزي فقر الفلوس. ماشي ماشي. مرضي كده يا عمو؟ الله، اتكل على الله.